ابوهم اخدهم يشمموا هوا. كدابه! لا يا كدابه! انت هتجننيه عيالي! عيالي! يا حياة اهدي يا بنت! يا غنوة! يا غنوة يا حياة! يا غنوة يا حياة! يا غنوة يا حياة! واللي يخاف على عياله يحبسهم، اللي يحب عياله يمنعهم من المدرسة. اسمعي اسمعي، من بكرة العيال هتروح المدرسة يلهروا كلمتين قبل ما السنة ما تخلص، فاهمة؟ يا أخي أنت إيه؟ أنت إيه؟ هو دول مش طلع عيالك زي ما هم عيالي؟ يعني أنا مش فاهمة، يعني مش خايف حد يسرق كلاويهم؟ بيخطفوا العيال دلوقتي ويسرقوا كلاويهم. طب مش خايف حد من المدرسين يعمل فيهم حاجه؟ طيب انت مش بتشوف التلفزيون زي ومش بتشوف الجرايد؟ ما بتبصش حواليك؟ مش عايش في الدنيا يعني ولا ايه؟ انا مش فاهمه. لا مش عايش، انا ميت بين حياة انا وعيالي والبركه فيكي. انت مش حياه، انت موت، انت كرب، انت غم، انت بلوه بلوه. انا شوقي اللي جايبالك الغم والكرب؟ انا اللي بموتك؟ أنا ولا المجاري اللي بيرموها لك في المية؟ أنا ولا المستشفيات اللي مش هتعرف تتعالج فيها لو رحتها؟ بس 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 استعدوا بنا يا بنت، تعالي يا بنت، تعالي يا بنت، كفاية حرام عليكي، كفاية بس بس استعدوا بالله أنت وهي، جرى لكم إيه؟ حرام عليكوا، أنا عيانة ما أقدرش أستحمل اللي أنتوا بتعملوه ده. أعمل فيك إيه؟ أطلقك؟ هتاخدي العيال بالمحكمة؟ أعيش معاكي هتموتين أنا وهم بالحياة؟ اسمعي، بنتك ملبوسة شوفي لك فيها صرفة. خلاص هشوف صرفة، هاخدها بكرة للشيخ عرفة إن شاء الله يزيح عنها ويشفيها. بس مش كده، سمعتوا الناس؟ يزيح ولا ما يزيحش، من بكرة العيال هيروحوا المدرسة ومالكيش دعوة بيهم نهائي، فاهمة؟ يا بنتي ارحميني ارحميني، مش قادرة استحمل، ارحمي أمك. خلاص مفيش فايدة، هيروحوا الولاد. خلاص يوه مفيش فايدة، ولادي هيروحوا خلاص. يروحوا ايه يا بنتي؟ بعد الشر عليهم هم زي الفل، هيروحوا خلاص ولادي. يوه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. لا لا، وإذا ذكرت ربك في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا. يا شهوي يا شهوي، قال فاخرج منها بأمر الله، قال فاخرج منها فإن Thank you.
لسه شوية. يوه أنا جعانة قوي. إمتى يعني؟ لما بابا يجي. بابا بيجي مع القمر. لسه في شمس، لسه مش جه القمر. عقبال الأكل ما يخلص هيكون القمر جه. بصوا أنا عملت لكم الكشري زي ما بتحبوه من غير مكرونة. ماما ينفع تعملي المكرونة وناكله دلوقتي؟ لو فضلت تزني كده يا كريم لا هتاكله بمكرونه ولا من غير مكرونه. روح العب يلا لحد القمر ما يجي. طب ما احنا جعانين. روح العب يا كريم لحد القمر ما يجي. اثنين ثلاثة أربعة الشيخ عارفه ده بإنه سر جاتع والله. يا ريتك رحت له من زمان. أول مرة أمك تعمل حاجة عدلة في حياتها. كفاية. استنى لما تبرد. خليها تاكل الاكل وهي سخنة. كلي. ربنا يسعدك يا بنتي على قد ما تسعدي كل اللي حواليكي. مش قادرة احكي لك انا فرحانة قد كده دلوقتي. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ العيلة كلها لا حول الله يا رب. هو ايه اللي حصل؟ الحمد لله يا رب. هو خلاص كده ماشي في الدنيا خير. طب الاطفال مسبحه ايه؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا حبيبتي سلامتك يا سلامتك يا دنا يا سلامتك يا رب اشفيها يا رب تقوم لي بالسلامة يا رب ما عملتش غيرها مش حاطها منك يا رب مش حاطها منك تخليها لي دي غلبانة يا رب دي غلبانة أقول لك يا حياة أقول لك يا حبيبتي لما تسأليني لما تسأليني جوزي وعيالي فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على السلامة يا طنا. الحمد لله على السلامة يا حياة. الحمد لله على السلامة. الضغط تمام؟ الضغط بقى نور مني يا دكتور. حضراتكم تقدروا تستجوبوا بقى دلوقتي. طب وانا؟ شو؟
طلعوا سابوني ليه طيب؟ انا حطيت السم لينا كلنا يا ماما. انا كان لازم كلنا كان لازم كلنا مش هينفع يا حقيقة. مش هينفع يا ماما يسيبوني ويمشوا. تعملي كده يا حياة؟ يا ماما مش هينفع يا حبايبي. طب وانا حبايبي يسيبوني ويمشوا؟ طب وانا انا اكلت معاهم على فكره. لا لا مش هينفع مش هينفع. انا لازم لازم اروح معاهم. مش هينفع مش هينفع. العيلة لوحدهم مش هينفع مش هينفع. انا اكلت معاهم طب سيبوني لوحدي ليه؟ لا مش هينفع. سيبينا حياة يا دكتور. عادي يا هدى اتفضلي. حد سمعها بتتكلم من ساعة ما وصلت؟ لا خالص يا دكتور. وشهيتها للأكل إزاي؟ يعني ما كانتش بتاكل بس غير من طبلية كانت بتبعتها أمها. ولما أمها بقى بطلت تبعت الأكل ما بقتش تحط في بطنها غير النواشف. غير بس يمكن لقمه ولا اتنين كده من اكل كانت بتبعته سجينه تانيه عندنا اسمها غريب. ازيك يا حياه؟ انت سامعاني؟ بس عامله نفسك مش سامعاني. ما تخافيش. انا جاي هنا علشان اساعدك. وان شاء الله تبقي كويسه. حالتك بسيطة وياما ورد علينا. أنا عايزك تطمني وتهدي أعصابك خالص. الحقنة دي هتخليكي تمام. الحقنة دي يا دكتور هتخليها بين اليقظة والنوم. لو فقدان النطق بسبب الحادثة يعني عصبي هتتكلم. أما لو سببه عضوي بسبب تلف في المخ فمش هتتكلم. بس ان شاء الله هتتكلم. يا ابو سهل بتخافي من الحقنه يا حياه؟ ما تخافيش ما تخافيش. ازيك يا حياة؟ كويسة؟ عاملة ايه دلوقتي؟ ازيك؟ كلميني. عاملة ايه؟ مش كويس. ليه بس؟ صلاح وكريم مشي وسابوني لوحدي. هم اللي مشوا ولا انت اللي مشيتيهم؟ انا كنت عايزه امشي معاه. بس اللي حصل ان هما اللي مشيوا وانت فضلتي هنا معانا. مش عايزه تتكلمي ليه؟ اتكلمي. مش عايزه. طب هتعملي ايه في القضيه؟ هتدافعي عن نفسك ازاي؟ كل الناس عايزين يعرفوا كل حاجه. الاسئله بتفط من عينيكم. أنا مش عايزة أحكي حاجة. أنت مستوعبة إيه اللي حصل؟ أنت سميتي جوزك وولادك وكنت هتضيعي نفسك. أنت فاكرة الكلام ده؟ فاكرة أنت عملتي إيه؟ يا رب يعدموني بقى. يا رب يعدموني. عايزة أروح لسلوى وكريم. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. ايه الاخبار يا دكتور؟ لسه. ايه
تمام. هاني ايه؟ ما مالي اللي خانت. انا اروح، انا عايز حاجه. شكرا. يلا سلام. سلام. سلام يا دكتور. مع السلامه يا فهد. طيب حياتي، انا عندي خبر ليكي بخصوص والدتك. والدتك تعيش انت. ولا انا سامعك ولا سامعاك. انا مش فاهمه انت ايه اللي رجعك. انا مش كنا خلصنا من الزن ده؟ راح خلاص، ما مش راح. عايز انت هتزن على ايه تاني؟ ما وحشتنيش يا سيدي، صدقني كنت ارتحت من خلقتك. حياتي سامعاني؟ يلا يلا يلا. على فين؟ هاتوها يلا. هنروح فين؟ يلا ايه؟ اتحركوا هاتوها يلا. تعالي يا حياتي ما تخافيش. تعالي. هتعدموني؟ هنوديكي حتة هتستريحي فيها قوي. هتعدموني يعني؟ هنعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس يلا بينا. بس لازم تعدموني علشان انا لازم اروح لعيلة، اصل مش هينفع. حاضر. حاضر. اللي انت عايزاه. هتعدموني بجد؟ الحمد لله. يعني خلاص، بس انا حاسه ان انت بتضحك عليا لان بيلبسوا احمر. انا عالجك الاول وبعد كده نعمل لك اللي انت عايزاه. لا لا لا، احنا ما اتفقناش على كده. يلا يا جماعه يلا يلا. لا يلا يا عيني، مش حياه. احنا ما اتفقناش على كده. ما هو لازم تبقي كويسه. لا لازم تبقي كويسه. يلا بقى اتحركوا شويه. هي المفروض تقعد هناك 45 يوم، بس لو فضلت مش كده هيسيبوها في العباسيه. كل السجن يعني هنا قاعده في الهيلتون؟ لا لا يا ايمن، مش الهيلتون، بس يعني على الاقل هنا اريح من هناك. المهم نريح دلوقتي. انا لازم اتعلم. انا لازم اتعلم. عمل الجريمه بشع يا هادي. الله، تفتكر واحده بالمنظر ده كانت حاسه هي بتعمل ايه يعني؟ ويعني احنا كنا معاها وعارفين اذا كانت حاسه ولا مش حاسه. يلا يا هادي. هتبقي كويسه ان شاء الله. بتضحك عليا. بتضحك عليا. بتلبس ماما. بتلبس ماما. مش هيوديني. اطلع.